لهلأ ما فهمتي شو نيته؟ هذا رجل كلب، مين غيره؟ وأنا رح أقتله. بعدين بتفوت على الحبس؟ لا تدخلت، شو فهمك؟ حبس حبس، المقتول هو أبي مو أبوك. إذا ما قطعنا نسله لهالواطي ما رح نشوف الراحة. بلا هالحكي، ليكي أنا معك وما رح واسيكي. من الغباء أني حاول خفف عنك، بس مثل ما شفتي الملازم أخذ قراره، حتى القاتل براسه مين ما كان. وأكيد القاتل المعروف. إيدال. نعم ماما زينو. في شي خبر من جيمو؟ بالمصنع، رح يتأخر. محمود تعال معي. خبرتوا أخوك جيمو بشي؟ لا. انت ابن كمال؟ جيمو اخا كبيرنا، انا اللي لازم اقتل رجا، ما هيك ماما زينو؟ رح اعمل حالي ما سمعت الحكي. اوعك تفكر بهيك شي ابدا حبيبي. انت لساتك صغير كتير، بدك تكبر وتتعلم وتصير أب. محمود شفتي نظرات ماما زينة؟ نظرتها بتخوف، بخاف اطلع عليها. إيه لكن لا تطلعي فيها. البارودة وراحت. لوين؟ لعند رجا. اعملي شي خالي إليف، رح اتصل بأخي. اوعي. بس لا تقولي له، إذا بيجي بتصير مجزرة. والله ما حبيت لها الروحة، الله يستر ما يصير شي معها. إيدال خليكي، تعا معي. الشرف طلع لبرا يا مجرم. زينو
لك ريتها تضرب زينه وساعد زينه، مستعجلي على موتها. شو نعمل اغا؟ اوعى حدا منكم يتصرف بغباء. رجاء يا ابن الحرام يا رجاء، خايف مني يا حيوان مهيب؟ جاهز للرجال لنشوف هي ليش عم تصرخ. طلع من هالوكر خليني اشوف وجهك. روح اجمع الرجال. رجاء يا ابن الكلب يا رجاء. وين؟ هذا هو. ماشي. شو جاية تعملي بهالليل يا مرا؟ صاير لعالك شي يعني؟ ماما زينو شو عم تعملي هون؟ رجعي بلاها بلاها ماما زينو، تركي البارودي. هلا والله هلا، شوفوا مين اجا. اجيت لعندكم مشان اغلب دار اخي يا رجاء. بدك تدفع ثمن الدم اللي سيحته. دم مين؟ دم كمال؟ لك تغشمن يا رجاء، هي قصدت عن الحادثة. شو صرت أنا المسؤول عن الحوادث؟ أساساً هي هي القصة رجاء آغا، درك قالوا إنه موت كمال مانو مجرد حادثة عرضية. لا، هيك قالوا؟ إيه. أنا هلأ زعلت عن جد، عن جد هلأ زعلت كتير يا زينو كتير. تعرفي ليش انزعجت؟ كمال مات، أمر الله لا اعتراض على إرادته، بس اللي تاري عنده يا زينو ما حدا غيري بيقتله، لأنه هذا التار تاري أنا. إذا غيري قتلوا إلك علي يمين أنا رجاء آغا، وتشهد علي الناس كلها مين ما كان القاتل. إذا ما بدفنوا بإيدي هدول بكون عديم الشهامة. إمتك انشهم يا واطي لتحكي عن الشهامة؟ أنت ما عندك عقل يا مرا؟ لو بدي أقتل كمال كنت بروح بأبصب نص السوق بكسب سمعة وشرف. وين صارت إنه الآغا يتخبى مثل المرا؟ رجاء آغا كبير الكل، إمتى سواها؟ امتى سواها؟ قولي بابا. انت لا تتدخل، حاجتكم جنان بقى. الكل ينزل سلاحه. عكاش نزل سلاحك، قلتلك نزل سلاحك. وانتو لا تطلعوا هيك، انزلوا. جراتي يا عايش. وهلا دوركم. بابا معه حق زينو، إذا قتله بيقول إنه قتله. الآغا بعمره ما عمل شي ونكره. روحوا بقى ست أليف، ما فيني أضبط هالناس أكتر من هيك. نزل سلاحك، ما رح تنحل هيك ماما زينو. سمعتيهم شو قالوا؟ مزبوط، شوفي بيقتل الناس مشان سمعته. خلينا نرجع على البيت يلا. فربني Yeah.